فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي، نواصل حديثنا على تحضيرات انديتنا وعودتهم للتمارين سردا انطلاق الموسم الجديد، بعد ما حكينا على حمام سوسة مع الكوتش نوفل شبيل، على الأولمبي البيجي مع الكوتش متاعه شهاب الليلي، على مستقبل الجيش مع عصام المرداسي. نكمل مع اتحاد التطاوين، ذكر الاحتحاق بينا حاليا، أكيد باش نتابعوا كل تحضيرات الفرق في الحصص القادمة. اليوم اختارنا نبدأ بالأربع فرق هذم، على كل فريق باش نحكي عليه توا اتحاد التطاوين كما قلت مع الكوتش متاعه محمد علي معالج، استضفناه في الحوار التالي. كوتش، ظهر لي بديتوا الاستعدادات للموسم الجديد في اتحاد تطاوين، بديتوا بكري شوية برابور الموسم اللي تأجل، البطولة اللي تأجل انطلاقها. بون ريالمون علمنا بتأجيل البطولة أو الأخبار اللي راجدوا أنه مش يكون فيما تأخير في انطلاقة الموسم، اللي عنا ممكن 10 أيام اللي عرفنا و 15 يوم أقصى تقدير، دونك احنا ما حبيناش نقعدوا في الريسك على اساس نهار 22 اوت مش تبدا البطوله، دونك بدينا نهار 2 جويليا اللي هو موعد ممتاز، تكون فتره اعداد متكامله وفيها الاعداد وفيها المباريات الوديه. تبقينا جاء بحكم الوضع الوبائي في البلاد، دونك تاخر الانطلاق الموسم، هوني فوس ادابتي وبريباري ان اوتر بروغرام دو بريباراسيون ونراجعوا تواريخ المباريات الودية باش نجموا نكونوا حاضرين مع بداية الموسم. هذا اللي صار ويظهر لي هذا صاير على أغلب الأندية بنسبة 90% اللي بدأت التحضيرات متاعها على أساس البطولة يوم 22 أوت، دونك هوني كيف كيف ترجع مراجعة البرامج الأعدادية بالنسبة لأغلب الأندية، وهذا شيء عادي ونعرفه في بحكم الوضع اللي صاير توا في البلاد، صحيا عادي جدا وأنه يتم تأخير برنامج أو تأخير بداية موسم في كل لحظة نجم تنتظر الشيء هذا. أهم حاجة إن شاء الله ربي يحفظ الناس كل ونجم إن شاء الله ما يكونش هما تأخير آخر وتبدأ البطولة على خير إن شاء الله. بالنسبة للمقابلات الودية مازلتوا ما بديتوش المقابلات؟ لا مازلنا ما بديناش المقابلات، ما تجمش تلعب مباريات ودية في الوضع هذا، نعرفوا احنا ولاية تطاوين الوضع متاعها ماهوش باهي برشا الصحي، دونك ما تجمش تكون فما مباريات ودية، وإن شاء الله في نهاية الأسبوع القادم نحاولوا نجموا نعملوا مباراة إن شاء الله. خاطر فما جمعيات بداوا المقابلات الودية. باهي، بالنسبة لتطاوين كيفاش كانت البداية نتاع السعادات الكوتش محمد علي معالج؟ والله كما أغلب الأندية سلام، معناتها مش تحاول تجمع اللاعبين نتاعك باش قبل ما تبدأ البرنامج الفعلي للأعدادي تحاول يكون مجموعة كاملة موجودة، سواء اللاعبين اللي مواصلين مع اتحاد تطاوين أو اللاعبين المنتدبين اللي قاعدين نخدموا عليه، وإن شاء الله بقدرة ربي يوم واحد أوت يكون زاد البشري كامل موجود في على ذمتي أنا باش نجموا نعملوا فترة أعداد كاملة إن شاء الله. رصيد البشري اللي عندكم كيفاش تحكم عليه لحد الآن؟ حاليا فما بعض اللاعبين اللي كما نقولوا فانت كونترا اللي كان ممكن فما التواصل معهم، لكن البعض منهم ما تمش الاتفاق متاعهم في بعض المراكز، فما بعض اللاعبين اللي نهاية عقد وتم الاتفاق معهم، فما بعض اللاعبين اللي عقدهم سيري مازال سيري مفعول، هوني اللاعبين اللي خرج من اتحاد تطاوين لازم يتم تعويضهم بلاعبين في نفس الكفاءة متاعهم وأفضل منهم باش نجم تتعدى نوتر باليه مع جمعية، لازم تجيب لاعبين معناتها مستواهم ممكن اعلى من مستوى بعض اللاعبين اللي غادروا، هذا هو اللي قاعدين نخدموا عليه باش ان شاء الله نتعداو نوتر باليه مع فريق اتحاد تطاوين بقدره ربي. الانتدابات كملتوا ولا مازلتوا فما لاعبين اخرين؟ هل فما الى حد الان زوز من لاعبيه ولا اكثر؟ الى حد الان فما ثلاثه لاعبين تم انتدابهم، اللي هما الحارس عزيز سلامي، الظهير محرز بالراجح، وعزيز بن محمد لاعب الارتكاز. شنو المراكز اللي مازلتوا حاجتكم بهم في ملعبه؟ وسط الميدان وخط الهجوم بصفة عامة، أكثر تركيز الانتدابات توا على خط الهجوم، هي الأجنحة ورأس الحرب هذيا هما اللي مركزين معاهم أكثر. فما لاعب برازيلي كان معاكم كوتش في الانترينمون جا ومشى، شنو الحكاية بالضبط؟ أي لاعب برازيلي هذيا جاء عدى معانا ممكن أكثر من 16 يوم، حاول يوري الإمكانيات نتاعو، ممكن اللاعب هذيا ما نجمش يتأقلم في فريق اتحاد تطاوين من جهة ثانية، زاد اللياقة نتاعو اللي هو سيتان جوار افلا ريالمون فيزيكمون، حاولنا نخدمه معاه، حاولنا نوصله لنوتر باليه سور البلان فيزيك، ما كانش فما تجاوب كبير،
وخاصة الانتجراسيون وتأقلم ما كانتش موجودة. دونك هو كلاعب خير وانه يشوف انوتر مارشي نجم يخدم فيه غير تونس. الملاعبية الجايين باش يكون فما اجانب جايين للاتحاد ولا مازال موجود؟ اكيد اكيد اسلام، فما مزيج بين الاجانب واللاعبين المحليين. ممكن الاجانب يشوفون في وسط الميدان وفي راس الحربة، واللاعبين المحليين يشوفوهم اكثر على الاروقة ان شاء الله. خروج علي سيلا اكيد باش يخلي بلاصة كبيرة في الفريق. حاجة اكيدة، سيلا قيمة ثابتة، لو واصل مع اتحاد تطاوين كان ينجم يكون هداف الموسم البطولة الجاية. تخيل هكا بحكم الامكانيات اللي عنده، لا موتيفاسيون اللي موجودة عنده. ممكن ادارة الفريق شافت انه العرض اللي جاه من بطولة شقيقة ينجم يثري خزينة النادي ويخلي الفريق مرتاح على المستوى المادي. دونك يمشي اللاعب يتوكل على ربي يخدم على روحه، ونحاول كيما جاء سيلا الاتحاد تطوي ان شاء الله يجي افضل منه ويعاون اكثر ان شاء الله. وهذا اللي نخدموا عليه. الهدف شنو باش يكون ان شاء الله الموسم القادم بالنسبه لاتحاد تطوي؟ يدور لي ضمان البقاء بطريقه مريحه، فهمتني؟ والاهداف كانت بصراحه معناتها فما زوز اهداف، اهداف قصير المدى اللي هو في نهايه الفاز عليه، وهدف طويل المدى اللي هو في نهايه الموسم. دونك بالنسبه لي نخدم على الهدف متوسط المدى وقصير المدى اللي هو جمع اكثر عدد ممكن من النقاط بعد فتره الذهاب ان شاء الله. ان شاء الله. يعطيك الصحه كوتش محمد المعالج مدرب اتحاد تطاوين، بالتوفيق ان شاء الله. شكرا، بارك الله فيك. فير بلاي. دونك باتحاد تطاوين والكوتش محمد علي معالج نكملوا حصتنا اليوم وجولتنا في الاربع انديه اللي تابعناهم اليوم. كذلك كنا حكينا مع ادم حمام قبل مقابلته اليوم الفجر في اولمبياد طوكيو. على كل الفيتو الحوارات الكل نجم يرجع على الصفحه نتاعنا الرسميه اكسبريس افهم، يلقى الفيديو الكل كما يلقاهم ايضا على الصفحه الخاصه برياضه اكسبريس اسبور. شكرا انيس جويني في الاخراج، ويام زغولي، وكذلك الناصر الساكري في الاخراج الرقمي. اجمل تحيات اسلام المدب.